ترفع الراية استعدادا لانطلاق مشاهدينا الاعزاء. فتحت البوابات على بركة الله في ختام اشواط هذه اللمسية. انتاج مفتوح الدرجات اعمار السنتين وقيمة الجائزة 100,000 ريال. يبدأ مؤهل بالشعار الابيض الى المركز الاول، يؤمن مساره المسار الداخلي كاميليوس وبينا عبر المسار الخارجي. شعار الجمعان عبر بشراكم ايضا من المسار الخارجي. تتقدم ديمقراطية بشعار خالد العضياني. هنا الظهور ايضا من قبل ربان الخير مع عبد الله الراشد في رابع المراكز. ايضا التقدم من قبل حمدي بشعر حمزه الاخضر وقياده محمد النفزي الى مراكز متقدمه. تبدا بشراكم الى المركز الثاني وايضا مؤهل في المركز الاول من المسار الداخلي. يحاول ان يقسم الخطوه الديمقراطيه من المسار الخارجي بخطوات كلها دكتاتورية. تبدأ ديمقراطية المرتبة الثانية علامة ال 400 متر الفاصلة والأخيرة. شعار خالد العضياني إلى المرتبة الثانية مطاردا لشعار ابن الملك عبد الله بن عبد العزيز عبر جواده مؤهل. ديمقراطية الأبية تبدأ من المسار الخارجي بقوة، ما شاء الله تبارك الله. ديمقراطية الانتصار الثالث في سجل السباقي. هذه العروس الجميلة مع مؤهل أيضا من المسار الخارجي. ديمقراطية ومؤهل الثنائية المميزة، الثنائية الكبير مؤهل، مؤهل ديمقراطية إلى خط النهاية الأبية، ما شاء الله تبارك الله. هنا ديمقراطية.